فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز عمل ضفائر للشعر مع خيوط الصوف الملونة؟ هل يجوز عمل ضفائر للشعر؟ عمل إيه؟ ضفائر. نعم. للشعر مع خيوط الصوف الملونة. مع خيوط الصوف الملونة. صوف آخر غير شعر الرأس. هذا الوصل. لعن الله الواصل والمستوصل. والوصل هو وصل الشعر بشعر آخر. نعم.